دي اخر قزازة محلول. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بكده يا ولدي نعاوده على البيت. لا، لما الدكتور يشوفه ويكتب له على خروج. ما تعاود معايا يا بحر، عاود معايا يا اخوي. اها، عايز يفوتني اياك يا سالم. ده انا مسنود عليه يا ولدي. ام تعبت يا حاج عرفان، تعبت وبتسال عليه كتير. بقوم يا سالم، هبقى اروح اطمن عليها. تروح فين؟ ما رايحش في حته انت غير لما نعرف مين اللي حاول يقتلك. البعد عن الجزيرة غنيمة طول ما فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا بطل. والله أنا قلبي اتقطع لما عرفت إنك اتصبت. معقول؟ يوم ما ترجع بلدك يحصل كده؟ مقدر ومكتوب يا ربيع بيه. ونعمة بالله. بس أنت محقوق يا بحر. كان لازم تقول لي يا راجل إنك راجع. كنت أمنك. اللي بيحمي العباد ربنا يا ربيع بيه. ونعم بالله يا رجل طيب، يعني ما نشوفكش يا حاج عرفان غير لو في مصلحة شغل. اللقى نصيب يا ولدي. وهو النصيب حكمها، وبحر رجع بلد وسط أهله وناسه. وانت كمان يا رجل طيب لازم ترجع تفتح بيتك. أنا عرفت دلوك انت ليه لحد دلوك ما بعتوش، كأنك قلبك حاسس انك راجع تاني. وأنا لو ليك عليا هبعت اللي خليه أحسن مكان وأكتر كمان. بعد كل العمر ده يا ربيع بيه. مقدر ومكتوب يا حاج عرفان. وبصراحه كده انا بقالي فتره بفكر يعني نصفي اللي بينا وننسى اللي فات. ننسى حق ابويا يا ربيع. سالم، ابويا ابوك عند صاحب الحاج يا سالم. وبعدين انت كنت لسه ببطن امك ما تعرفش حاجه من اللي جرى. مش غريبه يا ربيع بيه انك ما عايزنيش اهم للجزيرة؟ عندك حق يا بحر. بصراحة العبارة كده انا كنت بفكرك جاي ناوي طار ودم واذى، بس بعد اللي عملته ده يدل على اصل طيب وراجل بجد. ده انت المفروض تتكرم يا راجل، ده انت بطل. وانا بذات نفسي هكلم الحكومة في ده. ما عادش يجي منه يا ربيع بيه. قسما بالله ما تخطوا خطوة من البلد ده غير لما الراجل ده يرجع له حقه. ده بطل يا راجل، بطل يا حاج. احنا عندنا كم بطل؟ افوتكم بعافية. السلام عليكم. السلام. عمره ما هيتغير.